رجع ما رد على حسن، يعني حكى هيك تصريح عادي، كان الناس متوقعين يرد يعني مثل تبع اتجاه المعاكس، بس ما رد. هذاك طلع وهدد، وقائد حزب القوات اللبن مرحبا، يعني الحكيم سمير جعجع ما رد على حسن، يعني حكى هيك تصريح عادي، كان الناس متوقعين يرد يعني مثل تبع اتجاه المعاكس، بس ما رد. هذاك طلع وهدد، وقائد حزب القوات اللبنانية، قائد حزب يعمل بإصبعته هيك. فأنا ما بدي رد على حسن. شوف يا حسن، لا تخطئ الحسابات يا حسن، هيدي قوات اللبنانية مش القصير تبعنا. إذا هونيكي رحت تمرجلت وقتلت نسوان وأطفال وحرقتهم مثل ما عملتوا بدير العصافي، وإذا رحت أخذ قناصينك يقنصوا المظاهرات بسوريا، فهوني معني معلش اسمح لي لك، يعني أنت عم تخطئ، تخطئ في الحسابات، لأنه بأوكرا بيجوا لحماية المسيحيين، بيجوا من كل دول العالم حملات جديدة، حملات مسيحية لحماية المسيحيين صليبية يعني. انتبه كمان ما تغلط، بكره بتجيك البوارش وبتجيك مدري شو بتجيك جربت قبل مرة، جرب قبل مرة غيرك يعني. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing mistake-free, while keeping it short, sweet, and fitting in tone. Join more than 20 million... فاسألوا لجنبلاط اللي شو صار فيه بسوق الغرب مثلا. فهذا يعني لا تخطئ بالحسابات يعني. إذا كان شو اللي قلت لك كم واحد مرتزق منتفع بالمسيحيين ركضوا معك وعم يرتشوا وعم ياخذوا مصاري تعطيهم مناصب، يعني مو معناته المسيحيين يعني صاروا تحت باطك. فالحزب القوات اللبنانية اللي عم تحكي عليه على عدده القليل وعلى تسليحه البسيط وعلى كذا، لكن رصيده الداخل، رصيده في العالم ورصيده داخل الطائفي وداخل لبنان رصيد قوي. يعني على الأقل نحن عندنا 2 مليون سوري بعيدوا مثلا، 2 مليون سوري موجودين على أرضك، أنت هجرتهم بيوتهم، وأنت اللي قتلت أهلهم وقتلت أولادهم وقتلت أباتهم وقتلت كذا، وحاقدين عليك مثل ما أنك حاقد عليهم، وكل يوم بتحرق وكل يوم تحرق مخيم وكل يوم. فهذولي كمان نحن نعتبرهم يعني في خندق واحد يعني. غير بقى 20 مليون سوري التانيين اللي حاقدين عليك، اللي أنت كنت سبب قتلهم وتهجيرهم وحرقهم بالكيماوي وكذا. فكمان لا تخطئ بالحسابات، وهيك لا تخطئ بالحسابات، يعني احنا لن نسمح لك بأن تتابع جريمتك في بقية المناطق. وبتذكروا يوم اللي فات، يعني فات الجيش السوري للبنان بناء على طلب أمريكي واتفاق روسي سوري مشترك، عبد الحليم خدام وقعوا يوم انه انتوا 60 كيلومتر وسوريا بتاخذ المناطق الاسلاميه وما بتقرب على المناطق المسيحيه. تذكروا قديش دلت سوريا بلبنان 25 سنه ما حسنت تفوت لدخل زحله غربهم، ولا حسنت تفوت على جونيا، ولا حسنت تفوت على شكا، ولا حسنت تفوت على الارز، وقف الحاجز عند الارز وقف، قول اليمونه لان لحاله اخذوها امامه ودير الدير الاحمر، اما ما حسنت تفوتوا ممنوع، ممنوع يفوتوا، ما فاتوا لصار اتفاق الطائف وفتحوا بشكل طبيعي بين الشرقية والغربية. أنا يومتها رحت، يومتها بهم بأول التسعينات رحت فتلت الفتلة، يعني أول من دخل يعني مناطق المسيحيين بعد ما فتحوا. المهم فلا تخطئ الحسابات، لا الجيش السوري حسن يفوت ولا أنت بتحسن تفوت، ولا تغلط يعني. هذا اسمه متصرفية جبل لبنان التابعة للفاتيكان.
فهمت شو يعني؟ هذه دولة يعني ما تبقى من المسيحية في الشرق الأوسط بيعتبروها هيك. فلا تغلط الحسابات نهائيا يعني. انت لا تخطي الحسابات، بتحط اللي معي مسدس، اللي عندي سلاح، عندي كذا، عندي مدري شو، قد ما كان عنده الجيش السوري ضربا على شعبه، هذا السلاح اللي عندك لتضرب فيه اهلك وناسك. بس مو هدول ولا اسرائيل، انتبه، ما تسترجي تضربوا لا على هدول ولا على اسرائيل. تضربوا على سوريا، تضربوا على امل مثل ما كنتوا دبحتوا بعضكم من زمانه، تضربوا على الدروز، تضربوا على الإسلام، بيضربوا عليك بالإسلام، بيضربوا على طرابلس، بيضربوا عليك بطرابلس، هذا كله بصير، كله بصير. بس تقرب على المتصرفية جبل لبنان إلى السلطان العثماني ما كان يسترجي أرضي. فانتبه، ما تحسب، حسبها منيح يعني، يعني شيء حسبها منيح. بعدين النقطة الثانية، موضوع 100,000 مقاتل، يعني دفتر، لا شو دفتر، 10 دفاتر، 10 دفاتر من الأوراق. شو هدول 100,000 مقاتل؟ من كل عليك مصدق إنه عندك مقاتلين؟ يعني ناس بدها تقاتل وتموت، كل عليك إذا زمجر وهيك بصيحوا معناتها بدهم يقاتلوا. روح شوف كل واحد شو عامل امتيازات ومصالح، وشو عم يعفس، وكم عشيقة عنده، وشو بيتعاطى المساء كل يوم، وشو إلى آخره. تعرف بالضبط يعني هذا مقاتل اللي صار ولا رجل سلطة، رجل تشبيح على الناس وتسلط على الناس. المقاتل يا صديقي يكون عنده قضية، مو قضيته يدور على بنت هون وعلى كابتي جون هون وعلى ويجي يحضر لك المسيرات ويعمل لك هيك مشان يقبض راتب زيادة. لا، انت عندك 100,000 مرتزق رسمي، مرتزق وما مستعد تجرح اصبعته مشانك. صاروا مصالح، وصاروا امتيازات، وصاروا متعود، وكل واحد عنده بدال المرة 3/4، وعنده ما بيقاتلوا هذول، ما لي شيء يعني، ما بيقاتلوا، بيقاتل أحد دفاع عن أهله، عن بلده، عن ناسه، عن كذا، هيك بيقاتل. ما بيقاتل من شان والله تروح أنت تسجل لي مواقف، روح وموتوا مثلا 10 هون، 10 هون. ان تروحوا تقرصوا مثلا، تبعتوا يقرصوا المظاهرات بسوريا، بصير يحرقوا اطفال بسوريا، بصير يعني مرجلوا على مره، على طفل، على كذا، ايه يروحوا يشبحوا على الجيش السوري، يقعدوا فوق الضباط ورك ورك بنشوف من سرايا الدفاع بزمان، يبعتوا ضابط سرايا على كل قطعة عسكرية، مو ضابط، جندي سرايا يأمر اللواء، قائد لواء مهم. فأنت بعتهم على سوريا ليعملوا هالشغلات كمان. يعني ما تحسب لي مقاتلين، بالكنادر، بالشحاطات العتيقة، اللاجئين السوريين بيغلبوهم، عرفت شو؟ بس يصير في يعني ايه؟ فيعني لا تفكر عندك مقاتلين، معنى المقاتلين بعد 20 سنة من الطغيان والفساد ما عندك جيش. اسمعني مثل ما عمل، ما عندك جيش، انت عندك مجموعة منافقين ومرتزقة ومتسلقين ومتملقين وخونة وبياعين شرعيين مخروقين بالعقل. فما عندك جيش، عم تروحوا تجيبوا ميليشيات إيرانية مرتزقة، وشفناهم على الأرض، وشفنا قدراتكم يعني، وشفنا قدراتكم كم مجاهد من جيش من الناس المعترين اللي كانوا على الأرض، عارف شلون هزموكم، ولولا رحتوا جبتوا الطيران الروسي. فما عندكم شيء، انتوا عن حق ما عندكم شيء، ودعكم أولا لأنه ما عندكم قضية، لأنكم دارين على تجارة المخدرات وعلى الدعارة المقنعة اللي اسمها زواج المتعة، ودارين على السلطة على الناس والتحكم والبرزة والكذب والآخرين. فأنتم ما عندكم قضية، من القات ليلحق الكابتيجون اليوم. إذا كل دولتك ومعاملك ومؤسساتك هي عم تشتغل على إنتاج الحبوب، آخر شيء عم تمولوا حالكم منها، يعني إذا دولة تقوم على الحرام ايه وتزوير العملة، يعني منين خطفوا لل Living with ADHD isn't easy, especially in the big city. Speak with top psychiatrist online 8 a.m. to 8 p.m. خطفوا لهذا شو اسمه الإيراني، منين؟ من الست زينة،
للضابط الإيراني خطفوه من الست زينب من الأوتيل عملوا حريق مفتعل بالطابة وطلعوا طلعوا 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 انت تعال من هون تعال من هون تعال من هون أخذوه يلا الهروب من هون يا ما هرب هربوه طلع ركب بالسيارة ركب بالسيارة وخطفوه خطفوه راحوا حققوا معه الأوتيل هذا شو فيه يا حزراك يا حسن هذا في أهم مطابع العملة المزورة الدولار اليورو السعودي الإماراتي القطري كله عم زوره كل شيء عملة عليه قيمة عم زوره وعم تجيبهم على لبنان وتحطهم بأسباب لبنان بيكم شو مرة بيكم شو هون كابتن جود مرة هون بالله هذا جيشك 100,000 شو عم تشغل 100,000 عم تشغل 100,000 بإنتاج الكابتن جود عم تشغلهم بإنتاج العملات المزورة وترويجها بالتعذيب بالسجون عم تشغلهم بالتشبيح على الطرق هاي وآخر شيء تعمل لهم مظاهرات 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 وبيلطموا وبيلطموا ايه ما عليه شيء يعني كمان لا تخطر الحسابات انت ما عندك شيء انت ما عندك شيء ما عندك الأساس في النصر اللي هو الإيمان والقضية ما عندك قضية عم تعتدي على العالم كان من زمان الشيعة مضطهدين من الإمام موسى الصدر دعا له على كذا ايه كان في الى زخم معين انه هذول المحرومين هذول وكذا ايه بس هلا لا هلا انتم العاشين ما شاء الله يعني ما بتطلع مليون واحد بدكم تحكموا سوريا ولبنان والعراق واليمن والمدري شو شو طايش حجرك انت اللي طايش حجرك مو هو انت اللي بعت ناسك زعرانك على حارته مو هو فبعذرنا حارته مثل ما أنت كنت تطقطق الناس بالمظاهرات بسوريا طبعا الحرس الثوري وميليشياتك أنت مع 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 الأمن العسكري وتطلعوا على سطوح البنايات يقنصهم ويقنصهم ويقنصهم بجوز حدا من جماعته يعني طلعوا هيك كمان يدافعوا عن نفسهم ضد مظاهرات الإرهابيين يعني شو حاملين أربجيات وفاكين على الحارة شو في يعني ما عندي شيء يعني بوف بوف كل واحد عامل لي عضلات على العرض وعضلات على الطول شو عم تستعرض يعني تخوف العالم ايه فانتبه لحالك انتبه انتبه وتكون حساباتك صحيحة لانه انت عم تحسب حسابات خاطئة حسابات خاطئة جدا عامل لك اصبعتي هيك انت تخطئ يا قائد ميليشيا حزب الله انت تخطئ فكر منيح فكر منيح ماشي يعني قاعد تحت الأرض وكذا ما عم تشوف مظبوط وبيكذبوا عليك بيقدموا لك تقارير كلها كذبة 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 مثل التقارير اللي كانوا يقدموها أيام الاتحاد السوفيتي أبطال إنتاج وإنتاج عم طلع مفلس بالآخر طلع مفلس يعني فهي المظاهر نعرفها منيح من حزب البعث والجماعات كله ربحان وكله منيح وكله ممتاز وكله إلى آخره هي التقارير بتجيك هيك وكله جاهز للقتال وكله مستعد للموت وبكبوله على راسه هيك الشهيد فلان وهو بس تصير بس يسمع طلقة رصاص وز بصير وين بصير بحمص مثل يوم فتوا معركة بالجنوب مين اللي قاتل بالجنوب يعني انت قاتلت بالله ولا الفلسطيني والسوري اللي قاتل نعرف بعضنا منيح بال 2006 ما صفي عندك من مقاتلينك حدا اللي صمدوا هني ان الناس الفلسطيني والسوري اللي انت مجنب معك ب 300 دولار كان يوم تاخذ الواحد ب 300 دولار ايه هذول اللي قاتلوا لانه عندهم قضيه انت ما عندك قضيه لو بتعتبر هيدي بلادك ما بتعملها هيك لو بتعتبر انه وطنك ما بتعمله هيك ولا بتساوي فيه هيك ولا بتجوعه ولا بتحرقه ولا بتنزعه ولا بتشوه دولته ولا بتعملها دوله بوليسيه ولا بتزرع فيه مخدرات ولا بتزور فيه عملة ولا شيء كنت يعني لو بتعرف بتزور دولتك بس انت بتعتبر حالك محتل انت بتعتبر حالك محتل انت جاي من ايران تحتل سوريا ولبنان هيك بتعتبر حالك بتعاملها معني مثل الراعي جاي يرعى ويمشي فالسبب يعني الغزو الاستيطاني اللي عم تعمله ايران اليوم هذا هو اما انت لو كنت مواطن ووطني حقيقي كنت تشتغل مع ناسك غير ما كنت قتلت مليون سوري وهجرت 15 مليون لو فيك ذرة ذرة من وطنية وتدعي التي تدعيها انه انت
انت مع الثوره الفلسطينيه وبدك تحرر بلدك وتقاوم الاحتلال، ما 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 قتلت الشعب السوري، لانه هذا الشعب واحد، اللي بشبعه واللي ببيروت واللي بعلبك واللي بالنبيشيت واللي بسرغايا واللي هذول شعب واحد، يعني كل عم نتناسبه. فنحن بنعرف بعضنا منيح منيح منيح، يعني بنعرف شو كنت زمانك ومين قرايبينك ومين عائلتك ومين حملك سيد ولبسك وكذا ولا اخره، بنعرفك بصراحه، يعني اعرف الناس فيك، يعني نحن بنعرفك شو انت وشو صاير وكيف نفخوك وحطوك مثل ما نفخوا حافظ اسد جابوك على سوريا ليخرب سوريا، نفخوك وجابوك لتخرب وخربته لبنان، وصلته للحضيض، وصلته للحضيض، وصلته على شفا الحرب الأهلية. وهلأ عم تقول له الزلمي لا تحسب حساباتك غلط، أنا عندي 100,000 مرتزق يتعاطون الكابتنون والدعارة في الليل والمواخير الدعارة في الليل، عندك مزبوط 100,000 طنط، عارف شلون 100,000 طنط مرتزق شبيح علق متطفل هيك عندك، ومنافق وكذاب، ما عندك ناس مقاتلين حقيقيين مؤمنين بقضيتهم بدافعوا عنها، لا ما عندك. من زمان بجوز كان البداية أيام موسى الصدر وشوية على أيام صبحي، أما هلأ لا، النعيم مرحلة الفساد والتفكك، خلاف عن النسوان والخلاف عن المصاري وبناء القصور، وهذا هو يعني. وجرب جرب جرب فوت بمعارك وشوف، يعني جرب. عم تقاتل بالأفغاني وعم تقاتل بالجيش السوري، تروح تأخذ لي الناس تحط وراهم، تحط وراهم عناصرك اللي بيرجع أطلقوا النهر علي، هذه مراجلكم أنتم المدني كذا إلى آخره، تحروا العالم أحياء، تحروا تقصوا مدن تقصوا. أما في شغلتين أساسيتين لا تفكر، لا تغلط بحسابات تجاه إسرائيل من ده، ومتصرفية جبل لبنان من ثاني، يعني الحكيم سمير جعجع، اوعك تفكر تغلط. إذا مرقت لك السعودية شغلة الحريري هون ما بمرقك، ما تمرق معه، فهمت؟ ما فهمت. طيب يا حسن، أنا ما عم هددك ولا أقول لك شو، أقول لك لا تغلط بالحسابات، هذا غير بقى نحن الوعد الصادق تبعنا، غير الوعد الصادق تبعنا أنه سندخل لبنان كما دخلناه أول مرة. عرفت كيف؟ يعني شلون؟ يعني مثل ما بعثنا لكم قوات ردع بزماننا. Why dating a young Latin woman is a good option? قصدي تآمروا علينا وبعثوا لكم قوات ردع لحتى يضربوا الثورة الفلسطينية من زمان لحماية المسيحيين وحموهم، تمام لحنفوت مرة أخرى لحماية الإخوة المسيحيين في لبنان من الاضطهاد وكذا وإلى آخره، ونعيد لبنان إلى دولة عربية مسيحية وليست تابعة للحرس الثوري الإيراني ولا لولي الفقيه. دولة عربية مسيحية، عربية مسيحية، عضو بجامعة الدول العربية، مرجعيتها الفاتيكان. عرفت شو قم؟ شو مرجعيتها؟ الفاتيكان وليس قم. وكمان رح نلاقي دور للجيش العربي السوري الحر الذي سيحرر سوريا قريبا من الإيراني، ليحرر لبنان أيضا من الإيراني. يعني لسه عنا كمان، لا تخطئ الحسابات، لسه عندك مليون مقاتل جايينك من الشرق، مليون. عرفت كيف؟ حقدين عليك، ليش؟ لأنك كنت قتلته، يعني مش حقد هيك مصطنع كذابي، يعني قتلوا الحسين، قتلوا حق، شو دخلنا نحن بالحسين؟ الحسين يعني قرايبنا كمان، مو نحن قتلنا قبل 1400 سنة. عرفت شو؟ هذا الحقد تبعكم مصطنع كذاب، ما نحن حقدنا طبيعي، كل واحد منا عنده أهل، عنده ولد، عنده ابن عم، وخالك وكذا، انت قتلته. عرفت شو؟ يعني احنا حقدنا طبيعي، طبيعي ينبط بشكل طبيعي، ما انت حقدك كله مصطنع وكذابي. في كل الاحوال كل هاي الحسابات الغلط عم تحسبها انت. ليش؟ لانه دعهم
في ضلالهم يعمهون. يعمهون، انت من هذول الذين يعمهون، ما عاد ضيعت الحق وضيعت المصاري والسلطة والكذا والضغوطات اللي عليك، ايه صرت بعيد كثير عن الحق، بعيد كثير عن الحق. فكمان لا تحسب حسابات غلط، منيح لا تحسب حسابات غلط. يعني عم نحكي لسه، انا ما عمل لك شيء، انت عم تهدد وكذا بتقتله وتقول له للدلال حكيم انه كذا وكذا، هاي نحن عم نرد عليك يعني نيابه عنه بالاذن منه. لا تحسب حسابات غلط، لا تعتدي على حدا، لا تجور على الجبان بعلمك المرجلي. فكيف اذا كان اللي عم يجور هو نفسه يعني شبيح مرتزق منافق، 100,000 منافق، 100,000 مرتزق، 100,000 شبيح، 100,000 غبي، 100,000 مضلل، 100,000 واحد راكد ورا متع ومخدرات وكذا وكذا، عم ضحك عليك ويكذب ويكذب عليك. روح شوف حياتهم اليومية، كل واحد من مقاتلينك تعرف بالضبط، تعرف بالضبط شو عندك. عندك 100,000 مصيبة دربتهم على الفساد وعلى التشبيح على الناس وعلى الصلبطة وعلى الاعتداء وعلى احتقار الآخرين، وسطحت لهم عقلهم ومسحت لهم دماغهم، وآخر شيء تتمنفق تقول عندي 100,000 مقاتل. أي مقاتل؟ عندك 100,000 مجرم، 100,000 مجرم قتلوا الشعب السوري، 100,000 تاجر مخدرات، 100,000 تاجر مروج عملات مزورة، 100,000 مدير ومسوق ومروج للدعارة. عرفت شلون؟ تعمل لي حالك قضية وكذا بالآخر. أنت تخطئ الحسابات والحكيم يحسبها صح. نحن مع الحكيم مش معك، مع الحكيم مش معك. هو أكثر منك أخلاقا وقيما ومنطقا وعقلا، وهو أقوى منك بالحق الذي عنده، لأنك أنت اعتديت، أنت فت على مناطقه، وانت بعد الناس لتفرض قرارك بالقوة على الناس، والناس ما تسمح لك. ونحن ما رح ننسى انك انت سبب في قتل وتهجير الشعب السوري. فاحسبها منيح، احسبها منيح وفكر، فكر يعني، وين اصبعتي اعمل لك احسبها منيح يا حسن. حسن نصر الله، سمعني كتير منيح، سمعني كتير منيح، كتير منيح. يشهد الله، بدنا نفوت لك مليونين مسيحي. انت ما بتحضر المؤتمرات المسيحية، انا بحضره. بالخمسينات ما كنت شوف هذا الايمان، بينبطح الرجال والمرأة على الارض وبيفتح ايديه، بيفتح ايديه كأنه عم يفتح ايديه للسماء. انت ما بتعرف التعصب المسيحي. اسمعني كتير منيح ولحسن نصر الله، ولد غبي عاقل ما فيك، الدم الابرية اللي برقبتك بده وصلك الوان. بدن يلحقوا المسيحيين انا من صغرتي. اسمعني كتير منيح واحفظي. سليمان فرنجي وعائلته واحفاده، وبدن يقتلوا وين كل وين ما كان، ما بيضلوا قاعدين بصغرتي. ميشيل عان وعائلته واحفاده، اسمعني كتير منيح حال العملاء تبعك. بدن يلحقوهن وين ما كان المسيحيين والتعصب المسيحي ويقتلوهن، ويتعاطوا الدعارة مع بناتن واحفادن ونسوانن وبناتن. بدن يعملوا اجرام المسيحيين منك شايفه بحياتك. ركبت الطيوني وما زبطت معك. مش بدن المسيحيين يدبحوا المطورين والبتر، واي بترك بيكون خوين هول اللي وقعوا العريضة على البطريرك صفير. ما حتبين جدي لألوم. انتم جنين كتير، ما بتعرف اش معني التعصب مسيحي. انت ما بتعرف ابدا. تتذكر الرئيس الجميل لمن كتير عصيتوه هو رئيس جمهورية، راح رأسا على ألمانيا واجتمع بجوزيف شوارتيز، شو اسمه، جوزيف شوارتيز،
زعيم الأكثرية المسيحية الكاثوليكية بألمانيا. ما عرفنا اش صور بالزيارة، بس شفنا النتائج بهدوء وبرواق. مجانين كتير بحسابيتكم انتي وبشار الراعي، انتي وبشار الراعي وسليمان فرنجي وميشيل عان. حسابيتكم مخطئة كتير، ما بتعرفوا اش معنات تعصب مسيحي. تحضروا المؤتمرات المسيحية بأمريكا الكاثوليكية، تفرجوا على هالتعصب الديني اللي ما بتشوفوه. اتفرج علي نهاي، قل لن يا شو هيدا يا عمي، بالخمسينات وبالتسعة واربعين ما شافت عيني بصغرته هيك نسوان وولاد ورجال وطفال كلها هيك نايمة على الأرض وفاتحة إيديها. مجانين كتير بحسابك ولا حسن نصر الله. ولد الدم واصل لرقبتك، قتل جهاد مغنية وقتل بيو تتاخد مرته، بده يلحقك هالدم لأبد الآبدين. احكي مع غيرنا هالحكي، احكي مع غيرنا هالحكي. كل تصرفاتك نياكي بنياكي وسرقة بسرقة. مجنون كتير بحساباتك، هيدي حسابات مخطئ كتير فيه. سمعنيك صوتنا ولا تعتلهم. هلا بدك تبلش بالاغتيالات وتخطف الناس اللي عم بيحكوا، تخطفن وما تبين الجدي تبعون. منعرف اساليبك الجباني كله. انت فيك تضق بدولة اسرائيل، لحك تشوف المظاهرة اللي بدها تطلع بالولايات المتحدة الامريكية حاملين العلم اللبناني والعلم الاسرائيلي، شو بتعمل فيهم؟ بتدبحن انت وسليمان فرنجي وميشيل عون والبترك الراعي؟ بترك عمين انت يا بشور الراعي؟ بدل ما تحمل عصوتك وتقوف المسيحيين بأكبر خطر بلبنان، وانت داخل انت والمطران المظلوم بلعب الدبحون وال19 مطران اللي مضيوا العريضة ضد البطريرك صفير. هاي الحقايق واحكي اللي بدك ايه، ارفع اصبعك قد ما بدك. انت ومحمد رعد وحكوا كل هالكلام ملو قيمة، والشيخ نعيم قاسم هذا كلام ملو قيمة. اهلا فيكم.